وكل رشفة منها تفوح رائحة الذكريات والحنين. فكم من صباحات للسوريين ارتبطت بفنجان قهوة مع صوت فيروز أو شعر لنزار قباني غزلت كلماته بعبق الياسمين. قلت لي جاي زيارة حتى يثير لك ويعنار، وانكرتك حتى الجارة عرفت شو عندي أسرار. حب البلد بيجي من عدة أماكن ومن عدة بلاد، أغلب القهوة الحلوة اللي بتصير حلوة بيجي من البرازيل، وبيجي من كولومبيا بيجي القهوة مرة، بيجي من أفريقيا قهوة مرة، بيجي من اليمن قهوة مرة كمان، هذا لأنه أصل القهوة من اليمن. تجي خضرة نحمصها بالمحامص، في محامص كبيرة كانت الأول محامص يدوية، بدل ما أجي من التحميص بيجي هيك مثل هاد محمص هالي، بنحط لها هيل وبنطحنها مع المطاحين وبنعبي له اياها للزبون اللي الله معه. في ناس بيحطوا لها مسكه، في ناس بيحطوا لها جوز الطيب، في ناس، هذا كله بالنسبه لسوريا نحن ما بنحبه، وبالشام خاصه يعني بالشام قهوه وهيل فقط، ما بنحط غيرها. الهيل وقت بنطحن حب اخضر مع اللبن له عطر، هالعطر بيتعشق بالبن، يعني هذا المفروض البن بمجرد ما انطحن رأسا نحط بقطرميز بلور ونسكر عليه لحتى ما يطير هذا، لأنه هذا العطر هو هذا بيهرب. مش رجعت ركوي عن النار. هلا مثل هاي قهوة العربية ياخذوها بحمصوها هني، حمصها بالمحماص وبيطحنها بدقها بالمهباج وبيغليها، وكل وقت بوقته كان تطلع تازة. كنا بزمانه لكل دمشق ثلاث محامص حمص، أنا واحد من بناتهم. هلا البركة ثلاث محامس كلهم ما يطالعوا بالمهار يعني 50 كيلو 100 كيلو. هلا محمص واحد يطالع كل يوم 10 طن 7 طن 8 طن تحمص واحد، وفي شيء 20 محمصة. في إقبال معناته عليه، لو ما في إقبال ما بتروح. هذا السوق مشهور، وهي الجمهورية، وهذا الحي اللي هون حي الدقائين، هذا كان ساكن فيه الشاعر نزار قباني، كان جارنا هون، أبوه يجي يقعد عنا هون، هون محله هني. يعني هذا البيت الشعر اللي قاله هو نزار قباني على البن، يعني بعد عشرة عمر هو القهوة، والسوق هذا سوق القهوة يعني هو. لهذا المشروب السحري عشاقه وطقوسه الخاصة في الشارع السوري. ريحة القهوة حلوة كتير طبعاً، يعني بتغير بالقلب ما بقوله. ريحة القهوة هي الصباح، الواحد وقت بحس الصبحيات بلا قهوة ما بيقدر بعيش. الصباح يعني اول ما في منه بشرب فنجان قهوه انا وزوجتي، وبس اجي على المحل كمان بعمل فنجان ثاني بشربه انا والجيران. بس الصباح ما غير هيك ما بدأ، يعني ما بتقبل يا تقبلي شاي بعد بصير غير وقت غير شربه. انا ورفقاتي بالشغل بالدوام بغلي ركوز قهوه بنقعد نشربها، والله بشربها مع اختي مع رفيقتي مع امي حسب الموجود. سوداء كالجحيم، قويه كالموت، وحلوه كالحب، فرح أو حزن، هي القهوة بسحرها الخاص ستبقى رفيقة عشاقها منذ مطلع ساعات الصباح وحتى مغيب آخر خيوط الشمس.